فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله تقاسيم لمقادير الخلق، يقول: فهل هناك فرق بين هذه التقاسيم، وهل بعضها يتغير ويتبدل وبعضها لا؟ ما في فرق، لكن المقادير مكتوبة باللوح المحفوظ، هذا التقدير العام السابق، وهذه تقادير تفصيلية من التقدير السابق، فارجع إليه ولا تخالفه. معنى شيء الذي قضاء الله وقدره. نعم.